في حصه طوب الهدف والاول دي زاد سي ار بي. السلام عليكم. سؤالي لهشام نقاش، نرى في المباريات الاخيره انخفض مستواه كثيرا، ما السبب في ذلك وهل ستغير الاجواء نهايه الموسم والانضمام الى فريق اخر؟ اما بالنسبه لزكريا دراوي هل ستحقق حلم اللاعب؟ تعليق كان راح حلم اللاعب في الفريق الاول لمنتخب الجزائري. اخر سؤال، ما هو فريقكم المفضل في اوروبا ومن هو قدوتكم في الحياه؟ وتحيه لطوب الهداف وكل العمال الساهرين، يعطيكم الصحه، تقبلوا تحياتنا. نقاش، انت ايضا تحدثنا على تراجع المستوى، يعني وضحتها منذ قليل. بيان سور تراجع المستوى، قلت لك بيرسونيلمون سي فري كو النيفو تاعي لا بيسي، مي قلت لك صار فلات يعني شغل مستوى الفريق كله يعني راه في تراجع اون سو مومون. ان شاء الله اون فا توس يعني رامي يعني دون لو ميم سونس باش نعاودو نولي. ايوا فيما يتعلق بالفريق المفضل ليفربول. باينة ليفربول، انا بكري ليفربول قلتها لكم. الحب الاحمر يحب الروج. الحياه بابا الوالد تاعك اللي نحييوه بالمناسبه. بابا اللي نحييوه بالمناسبه. او الى يشوف فينا اذا نحيي والد نقاش ونشكره على الابن ما شاء الله اللي التربيه والطاعه. دراوي يقول لك ان شاء الله المنتخب الاول ان شاء الله فيك ترافاي والسيريا ان شاء الله باك نحقق الحلم تاعي ونلتحق المنتخب الاول. وفريقك في اوروبا؟ ريال مدريد. يعني ابي ان شاء الله انا نسيني له ان شاء الله. اذا قالها نقاش، وايضا القدوه ديالك الوالدين. الوالدين. وكلاعب نقاش نقول لك لاعب القدوه ديالك لاعب جبني رونالدو. رونالدو فينومينو كاع تقولوا القديم زعما باش من وفي الجزائر يعني لعب سبق ولعب رابح ماجر اللي ما مشتوش بيرسونيلمون مي شفت يعني لي ماتش تاعو. دراوي بون في اوروبا كاين العديد من اللاعبين، مثال كاين رونالدو كاين مارادونا. ما سمحليش الحظ باش نلحق مارادونا، بصح شفت شويه لي فيديو تاعو هكذا شو صافي بليزي ما تشوف شي يقدم دوكا ميسي وكريستيانو. شغل هادو حيكونوا شغل قدوه. وكاين مودريتش ايضا اللي مودريتش في المنصب ديالك. وفي الجزائر يعني القدوه تاعك كاين رابح ماجر كاين علي بن شيخ كاين علي بن شيخ كاين عديد من اللاعبين. اذا كان نشوفوا قبل ما نشوفوا اخر تعليق اذا قبل ما